اليوم راح أبدأ worksheet 4.1 في part 1. يقول لي أن عندي الA symmetric matrix, square matrix تعرف ك, يعني عندي الماتريكس symmetric, طيب, وبرضو هي square اللي هي عندي الA transpose لما تساوي لي الA. طيب هنا يقول لي الماتريكس اللي عندها single row تسمى row matrix, واللي عندها single column هي column matrix. طيب عندي هنا الماتريكس هو is element, الأعداد عندها below يعني الأعداد إذا كانت تحت. طيب هي تسمى الـ Upper Triangle. هنا في Part 2 طالب مني أوجد قيمة الـ X وقيمة الـ Y وعطيني حاصل جمع مصفوفتين وتؤدي إلى مصفوفة. طبعاً الطريقة بسيطة جداً, عندي هنا الـ X 2X راح أشوف كل شيء يعني موازي له, مش هي في بداية هذه المصفوفة, معناتها أني أخذ كل بداية مصفوفة. طيب أبدأ أكون معادلة 2x minus 1 تساوي لي 1, أنقل كل شيء حول الx, أنقل الواحد بالإشارة الموجبة تبقى لي 2, أقسم على 2 بمعناها أن الx تساوي لي 1. هنا استنتجت أن الx 1, معناتها هنا يقول لي أن الx 2 راح أحذفها, الإكس 2 راح أحذفها. طيب أجي بالنسبة إلى الواي, هي في نهاية المصفوفة من جهة اليمين, أبدأ أخذ كل نهاية مصفوفة من جهة اليمين, أبدأ أكون معادلة واي بلس 1 تساوي لي 3, أتخلص من كل شيء حول الواي, واي تساوي لي أطرح واحد من الطرفين, واي تساوي لي الاثنين اللي هي الاختيار, لأن هنا عندها أعطيني إياها بالماينس. طيب هنا يقول لي the real number 7 is a matrix. طيب معناته هو طالب مني مكان السبعة. طيب عندي هنا السبعة, عشان أبدأ أقول عنه أنزل الـ A small, طيب لأنه element, راح أبدأ بالصف, فراح أقول هو مش بالصف الأول, في الصف الثاني, هو في الصف الثالث, أحط A 3. طيب هو ليس في العمود الأول, عفوا هو ليس في العمود الأول لكن هو في العمود الثاني اللي هي A 32 اللي هي الاختيار D. هنا يقول لي if A matrix عندها هذا الأوردر والB matrix وعندها هذا الأوردر, أي من الاختيارات التالية صحيحة؟ طيب يقول لي هل الA plus B possible؟ not possible. ليش؟ لأن ليس لها نفس الأوردر, عندي شرط للجمع والطرح أن لها نفس الأوردر, معناها أحذف الA وأحذف الC, يبقى لي إما حاصل الضرب وإما none of the يعني ولا واحدة منهم. طيب هل أقدر أضربهم؟ مش عندي شرط في الضرب للأوردر الجديد أن الثاني من الأول يساوي لي الأول من الثاني عشان أقدر أحذفهم, يعني الأوردر الجديد يطلع معي 4 في 4 رح يكون الاختيار B. قرأ 4 عطيني الماتريكس A والماتريكس B, ويقول لي أوجد A plus 2B if possible. هل أولا أسأل نفسي هل هي possible للجمع, لازم لهم نفس الرتبة, هنا 2 في 2 وهنا 2 في 2, يعني possible, يعني مستحيل تكون الإجابة دي. طيب أول خطوة رح أضرب الـ B في 2. طيب لما أجي أضرب هذه في 2 أجي أكون المصفوفة الجديدة, minus 1 في 2 فهي minus 2, minus 1 في 2 فهي minus 2, 0 في 2 فهي 0, 1 في 2 فهي 2. بعدها أجي أجمع المصفوفتين, راح أجمع هذه مع اللي أنا كونتها, 2 minus 2 تبقى معاي هنا 0, 3 plus minus 2 تبقى معاي plus 1, minus 1 مع الزيرو تبقى معاي minus 1, وال1 plus 2 تبقى معاي
3 اللي هي الاختيار B. طيب هنا عاطيني المصفوفة الـ A والمصفوفة B، طالب مني الأوردر للـ A في الـ B. راح أجي أحسب الأوردر الأولى اللي هي أبدأ في الصف اللي هي 3 في الأعمدة 1 2 اللي هي 2. أجي هنا عندي 2 في 2. طيب راح يحذف هذا مع هذا، يبقى معاي 3 في 2 اللي هي الاختيار A. في فقرة 6 عاطيني المصفوفة A والمصفوفة B وطالب مني A في B if possible. طيب أسأل نفسي هل هي possible؟ أقول هذه في 2 في 2 وهذه 2 في 3. لما أحذف الاثنين مع الاثنين تتكون لي 2 في 3، بما معناه هي possible. حذفت الاختيار B. طيب أجي أهيئ المصفوفة، راح تكون 2 في 3. طيب عشان أبدأ راح أمسك الصف الأول مع العمود الأول، راح أقول 1 في 1 اللي هي 1، 0 مع minus 7 اللي هي 0، 1 plus 0 تطلع معاي 1. طيب أجي إلى العدد الثاني، راح أكمل أبقى مع الصف الأول العمود الثاني، 1 في 0 اللي هي هذه في هذه اللي هي 1 في 0 0، plus minus 7 في 2 اللي هي minus 14، 0 مع minus 14 فهي minus 14، هنا كونت minus 14. أجي أكمل هذا الصف مع العمود الأخير، 1 مع 3 فهي 3، minus 7 في minus 1 فهي 7، plus 7 تعطيني 10، فأنا كونت هنا 10. طيب أكمل أبدأ مع الصف الثاني، عشان هذا أبدأ في الصف الثاني وأرجع أعيد مع الصف مع العمود الأول، minus 3 في 1، minus 3 plus 2 في 0 0 تبقى معاي minus 3. طيب أرجع أكمل الصف الثاني مع العمود الثاني، minus 3 في 0 اللي هي 0، 2 في 2 اللي هي 4، 0 plus 4 تعطيني 4. أجي للعدد الأخير اللي هي الصف الثاني مع العمود الثالث، minus 3 في 3 اللي هي minus 9، 2 في minus 1 اللي هي minus 2 تعطيني minus 11. لو جيت تعطيني الاختيار A. لبارت 3 أعطيني مصفوف A B و C. طيب في فقرة A يقول لي if possible، أعطيني فقرتين. الفقرة الأولى يقول لي أني أجمع الـ A مع الـ B اللي هي هذه المصفوفة مع هذه المصفوفة. طيب هل هي possible؟ نعم، لأن هنا عندي 3 في 2 وهنا عندي 3 في 2، فراح أكون، طبعا أنا راح أحطها على جنب لأنه ما في مكان، راح أكون المصفوفة من 6. طيب أجمع 2 plus 1 تعطيني 3، 1 زائد 1 تعطيني 2، minus 1 plus 1 تعطيني 0، 3 مع minus 1 تعطيني 2، minus 2 plus minus 1 تعطيني minus 3، 0 مع 0 تعطيني 0. الفقرة 2 يقول لي أن A plus B minus C. طيب أنا أساساً طلعت الـ A plus B في فقرة 1، طيب مجرد أني راح أحط جنبها minus C، راح أحط المصفوفة اللي هي 2 1، 1 minus 1 minus 2 و 0. طيب راح أقول هنا في فقرة 2 A plus B minus C تساوي لي، أكون المصفوفة، طيب 3 ناقص 2 اللي هي 1، 2 ناقص 1 اللي هي 1، 0 minus 1 تاني minus 1، 2 minus minus 1 تتحول إلى الموجب،
2 بلس 1 تعطيني 3، ماينس 3 ماينس ماينس 2 تتحول إلى موجب تبقى لي ماينس 1، 0 ماينس 0 تطلع معاي 0. ربي طالب مني أولا أني أوجد ترانسبوز الأي اللي هي أقلب كل صف إلى عمود وكل عمود إلى صف. طيب هي 3 في 2 راح تتحول إلى 2 في 3. طيب الصف الأول يتحول إلى العمود الأول اللي هي 2 1 ماينس 1 3 ماينس 2 والزيرو. طيب في فقرة 2 طالب مني ترانسبوز A بلس 3 في ترانسبوز C. أولا راح أوجد ترانسبوز C، طبعا هذه A ترانسبوز، الآن راح أوجد ترانسبوز C. طيب هي عندي 3 في 2 راح تتحول إلى 2 في 3. طيب الصف الأول يتحول إلى عمود أول، الصف الثاني 1 ماينس 1 ماينس 2 والزيرو. طيب أجي الآن إلى 3 في ترانسبوز C. طيب أجي أقول إن 2 في 3 تعطي لي 6، الواحد في الثلاثة تعطي لي 3، ماينس 2 في 3 ماينس 6، الواحد في الثلاثة 3، ماينس 1 في 3 ماينس 3، 0 في 3 فهي 0. طيب أجي أقول له هنا أن A transpose plus 3 C transpose تساوي لي، ثم راح تكون نفس الرتبة أو الأوردر. طيب راح أخذ هذه بلس هذه. طيب 2 زائد 6 تعطيني 8، ماينس 1 مع 3 تعطيني 2، ماينس 2 بلس ماينس 6 تعطيني ماينس 8، 1 بلس 3 تعطيني 4، 3 مع الماينس 3 تعطيني 0 و 0 مع 0 تعطيني زيرو. exercise 2 عطيني الماتريكس A وطالب مني A square plus 5A. طبعا مجرد انه يقول لي A square مش اروح اربع كل حد وقول مثلا واحد تربيع اثنين تربيع زيرو تربيع، خطأ. طيب لما يقول لي A تربيع راح اقول له انها عبارة عن A في A اللي هي المصفوفة A 1 2 0 4 مضروبة في المصفوفة A مرة ثانية 1 2 0 4. طيب وأبدأ أطبق اللي أنا أعرفه. طبعا عندي هنا 2 في 2 وهنا 2 في 2، فحاصل ضربهم رح يعطيني مصفوفة من درجة 2 في 2. طيب أبدأ الصف الأول مع العمود الأول، 1 في 1 تعطيني 1 بلس 2 في 0 تعطيني 0 اللي هي هنا تعطيني 1. طيب أبدأ أجي إلى هنا، طبعاً هنا عندي 1، الصف الأول مع العمود الثاني، 1 في 2 1 ضرب 2 اللي هي 2 بلس 2 في 4 اللي هي 8 تعطيني 10، تكونت معاي هنا 10. أجي أبدأ مع الصف الثاني والعمود الأول، هنا الصف الثاني العمود الأول، 0 في 1 فهي 0 بلس 4 في 0 فهي 0 تعطيني 0. طيب أبدأ مع العمود الثاني والصف الثاني، 0 في 2 فهي 0 بلس 4 في 4 اللي هي 16 تعطيني 16. هنا أنا كونت الـ A سكوير. طيب اللي هي A في A طلعت معاي هذه، طبعا هذه عندي A سكوير. أجي على جنب أقول إن الـ A سكوير اللي هي عفوا 1 و 10 0 16 بلس 5 مضروبة في الـ A. طبعا راح أضرب دايركت، لما أجي أضرب في 5، 1 في 5 فهي 5، 2 في 5 فهي 10،
زيرو في خمسة زيرو، فور في خمسة اللي هي 20. طيب وأجي على طول أجمع، واحد زائد الخمسة، طبعا أجي أكون هنا تعطيني الستة، عشرة زائد عشرة تعطيني العشرين، زيرو زائد زيرو تعطيني الزيرو، 16 مع العشرين تعطيني 36. exercise 4 أعطيني الماتريكس A وطالب مني if possible قيمة ال X وال Y وال Z بشرط يقول لي إن الماتريكس A هي symmetric. طيب ما معنى symmetric؟ symmetric اللي هي المصفوفة تساوي لي لترانسبوز للمصفوفة. طيب أنا أنزل المصفوفة كما هي، minus 1 4 x y square 1 minus 1 minus 2 z ولو. طيب راح أقول إنها تساوي لي في السيمتريك. طيب أقلب كل صف إلى عمود، عندي هذا الصف إلى عمود، يعني minus 1 4 x y square 1 minus 1 minus 2 z والوان. طيب أجي على طول راح أقول عندي ال x مثلا تقابلها minus 2 x equal minus 2، ال y square تقابلها الأربعة، راح أقول إن y square تساوي لي الأربعة، بما معناها إن ال y تساوي لي موجب أو سالب الاثنين، y تساوي لي موجب أو سالب الاثنين. طيب بالنسبة إلى ال z، الزد هنا تقابلها الماينس 1، زد تساوي لي الماينس 1.